عليكم ورحمة الله. إذا عندك موقع يحتاج الدخول إلى كلمة سرية أو اسم مستخدم، فأنت تحاول تدخل ولكن ما يفتح، بخصوص مواقع الدوائر الحكومية. طيب، إذا ما فتح، إذا هو تطبيق تسوي تحديث للتطبيق، إذا هو موقع رابط تحاول إنك تدخل لكنه ما يدخل لأنه مفتوح أكثر من مرة، يعني الملف هو مفتوح، يعني الموقع مفتوح، لازم تتسكر عشان وتدخل مرة ثانية راح يفتح. أنت تحاول تدخل على الجوال لكنه ما يفتح، يمكن انه مفتوح في عن طريق الكمبيوتر، كمبيوتر العمل، كمبيوتر المكتبة الرئاسية، او مكتب، او هو ما سوى تسجيل خروج، او انا ملف مفتوح ما سكره. طيب، الطريقة الثانية من عندك المتصفح، متصفح جوجل أو متصفح مايكروسوفت أو متصفح الخاص بالجوال عندك. طيب، مثال، أنا صفح جوجل، شفت هذه النقطة، تضغط عليها وتسكر الصفحات المفتوحة. هذا عندي صفحة مفتوحة، تسكرها. طيب، هذا متصفح مايكروسوفت موجود هنا تحت، موجود واحد ملف، تسكر، تتأكد ان كل شيء مسكر. متصفح الخاص بالجوال هنا موجود، شوف رقم واحد، هذا الصفحة تسكرها، تدخل على، تسوي هنا زائد، تسوي بحث جديد. طيب، اكتب الرابط اللي تبيه وراح يفتح ان شاء الله. شكرا لكم.